مصرة ان اعظم طيارين عندنا هم ده في أكيد. مصر، دي حقيقة. دايما الطيار المصري هو اللي بياخد تسفيق في او تسفير لا لا دي حقيقة، في والله طبعا دي حقيقة. صحيح زائد ان في المرحلة الأخيرة الحقيقة في تطور حصل كبير جدا جدا في أسلوب الخدمة كلها. صحيح. مبتدأ دوت كوم.